الحمد لله على سلامتك علي. الله يسلمك. الله يسلمك يا وائل. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ربنا يخليك يا رب. يا اخوانا تعالوا رحبوا باخوكم علي. الحمد لله على السلامة يا اخ علي. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يسلمك يا رب. ربنا يخليك. متشكر. الله يخليك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ربنا يخليك. الله يحفظك. ربنا يخليك. الحمد لله على السلامة يا اخ علي. الله يسلمك. ربنا يخليك يا رب. متشكر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا والشفاء. ربنا يبارك فيك ويعزك. بص بقى، عايزينك تخلص الأكل ده كله. ده أكل بيتي. لا أخلص إيه الأكل اللي لا أنا مش هقدر آكل كل ده وائل، معلش. طيب بص، خد معلقة عسل. لا لا اسمع بس. معلش هقول لك. أيوه خد بس، خد يلا. بسم الله. يلا. أيوه تمام على مهلك. خد لك بقى حبتين تمر واشرب الحليب. حاضر. ماشي. عشان بس تعرف تاخد الدواء. حاضر. الحمد لله على السلامة يا خالد. الله يسلمك. الله يسلمك. بص بقى علي، احنا ما بنحبس حد هنا. باب المسجد مفتوح قدامك. ومحدش هنا هيجبرك انك تعتكف معانا علي. بس الأخ وائل هيفضل ملازمك طول الوقت. يعني لغاية لما الفترة الصعبة دي تعدي إن شاء الله. إن شاء الله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شكرا جدا. ربنا يخليك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ربنا يخليك. متشكر جدا. الله يحفظك. قوم بقى اغتسل وتوضى عشان صلاة العشاء. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا وارحمني وارحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحل اللي انا وصلت له ان انا هرفع عليها قضيه ضم، وبالطريقه دي هضمن ان فريده هتفضل معايا. بس انا مش شايف ان دي هتكون فكره كويسه. البنت لسه صغيره، وكمان والدتها لسه ما اتجوزتش علشان يكون من حقك تطالب بضم البنت. يعني مفيش سبب هيخلي خبير يجي في صفك او قاضي يحكم لك. عندي سبب قوي. اللي هو مريم كانت مدمنة. لو عرفنا نسبة إدمان الأم يبقى اعتبر نفسك ضميت البنت. اتفضل يا أستاذ مريم. ممكن حضرتك تمضي لي هنا؟ دي فين؟ هنا. اتفضل. شكرا. السلام عليكم.